عسلامة ونهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. ألوغ اليوم راح ندير معاكم اون بوغي، لا بوغي تاعي تعرفوها درتها ديجا، واليوم راح نديرها لكم باللحم، ولا صوص هادي جاني عملتها قدامكم داكوغ. دونك اليوم تبعوا مليح لا غوسيت، درك تشوفوا كيفاش نعمل انا لا بوغي تاعي، وجربوها دو لا ميم ولا لا ميم مانيير، درك تشوفوا فو نالي با ريغريتي دو تو. فوالا، وانتم تفرجوا في لا فيديو، ان شاء الله تكونوا بخير وبعافيه ان شاء الله، ونخليكم على سويت نتاع لا فيديو. واسمحوا لي كي ما حطيتش البارح اون فيديو، ديزولي. راح نطيب معكم لابوغي، لابوغي تاعي تعرفوها الكل، بصح راح نديرها باللحم وندير لكم اون صوص، ودرك تشوفوها كيفاش نعملها. بصح قبل ما نبدا في الطياب راح نطل على العجينه تاعي نتاع الزلابيه. شوفوا المغرف خليتها لهنا باش اشاك فوا نجم نحركها. انا شوفوها هاو كيفاش نحركها، حركوها شويه بركه، زيدوا خلطوها اشاك فوا، ديجا بدات تولي جاريه خلاص، مازال تزيد تولي جاريه اكثر من هك. فوالا شوفوا هادي من الصباح سي لا ثوازيام فوا اللي نخلطها، سي لا ثوازيام فوا. فوالا، وكي تحلوها تشموا ريحه التخمار فيها. نعاود نرجعها، نقفل عليها، نحط المغرف تاعي هاك فوالا، ونرجعها لبلاصتها اللي كانت محطوطه فيها باش تزيد تخمر مليح. الوغ دونك رايحه ندير نبدا بلاصوص نتاع لا بيغي تاعي. نحط عليها شويه نتاع زيت، فوالا شويه ما تكتروش، مش محتاج نكثروا الزيت احنا باش تجينا الماكله بنينه، هي تجي بنينه بلا ما تكثروا لها الزيت. نشعل الغاز، فوالا نحطو في السيس برك ما نقويش عليه. عندي البصله هذه بون راح نقسمها على زوز، استنى نجبد سكينه صح. هلا خذت نجيب السكينه، البصله قسيتها جوست على زوز هكا برك، ها هي نص بصله ديجا، نص بصله صغيره، ونقصها على زوز برك ما نديرش قصه كبيره. وعندي اللحم هذا نزيد نحلو شوي باش يجينا رغيف، باسكو درك راح ليا الحال ولازم ندير العشاء، كنت لبرا عندي حوايج هكا قضيات لازم نقضيهم اليوم. فوالا روحت قبيله برك، مازلت بقى شي تاع الخرجه دايغ. فوالا لو طون لي شربت قهوه برك ودخلت للكوزينه، ليديا فرزت الكوزينه من الكرابش تاع الغداء، الماعن نتاع الغداء نقصو عزوز هذا الثاني معليش. فوالا هذا اللحم شريته من الجزار اللي قلت لكم عليها من عنده، مي فريمون طري زبده، طري زبده. عندي الثوم، عندي زوز سنات نتاع الثوم. شوفوا الثوم، الثوم ما نحطوش درك، جست نوجدو برك مي ما نحطوش درك. هلا نقوي درك في الغاز. فوالا التفتوفه تاعي واش فيها، رايحه نحط كيما مالفين الفلفل الاحمر تعرفوا اللي نحبو، كاين اللي ولاو يطيبوا بيها. هلا نحط شويه نتاع فلفل احمر، نص مغرف برك مش ياسر. رايحه نطيب اوسي بالكركما ولا الكركم، او اسمه كركما مش كركما، كان اللي دعايت له كركما كركما. الو نحط شويه برك ما كترش، ونحط شويه نتاع فلفل اكحل، الملح كيف كيف راح نحط شويه خلاص باش نبلل اللحم تاعي. فوالا الثوم نزيد شوي باش نحطو، ما نحطوش درك. ها هو شوفوا حتى الزيت ما كانش ياسر شويه خلاص، درك اللحم يسيب الماء تاعو ويقعد يتقلى في الماء هذاك. فوالا نقفل عليه، نخلي الثوم دو كوتي، نرجع الفلفل الحل بلاصتو، الملح هادو ما نحطو
نحطهم هنا بعد نخبيهم. ومن بعد رايحه ندير لا بيغي، ندير البطاطا نشرشمها، ومن بعد نحط فيها شويه نتاع فخوماج والميكسي مع بعضها. تحبوا شويه تحطوا من لاصوص هذيا قبل ما ترحيو، انا مانيش راح نميكسي، راح نديرو بالباتور. الا شفتوا لا بيغي تاعي كيف هدرت على ديرنيغ فوا، درتها ديجا دو فوا في لاشين. الوغ انا نديرها بالباتور. انا تجيكم تجي واحد لا بيغي مفخفخه وتجي فيها الهواء دايغ، وانتم تباطيو فيها بالباتور تحسوها قاعده تطلع، اون ديغي جو سي با، اون ديغي كيما لا مايونيز، كيما بون ماهيش طايه كيما لا مايونيز، مي تجيكم مفخفخه وتحسوا بها وانتم تباطيو فيها تحسوا بها تطلع. واش هو اللي خلاها تزيد في الفوليوم هذاك؟ سي الهواء اللي يدخل لها وتجيكم خفيفه خلاص ومفخفخه مليح. هلا إذا حسيتوا باللي ناقص ولازم تحطوا شويه ماء حطوا، انا اللي حاسه باللي لازم نحط معاه شويه ماء، يزيد يتقلى شويه، ومن بعد نحط له الثوم. فوالا بون، دركا رايحه نحط شويه خلاص نتاع ماء. شوفوا هاو سيب ديجا الماء تاعو، شوفوا واش سيب ماء. ها جيسبر تشوفوا فيه هاو الماء اللي سايبو. درك نبدا نحط في هذاك الثوم، قصوه كيما حبيتوا، تحبوا حتى تحطوا الثومه كامله تشقوها برك وتحطوها سي با غراف، باسكو من بعد درك تشوفوني كيفاش رايحه نديرها لاصوص باش تجيني خاطره انا و با تجيني ملبيه وسورتو خاطره كي نحطها فوق لا بيغي. فوالا اوبس طاح معليش. كي تشوفوا اللحم تقلى بيا تما ديروا الثوم، باسكو كي تحطوه من الاول الثوم في ساعه يتحرق، الثوم راهو في ساعه يتحرق. راهو نزيدوا شويه بركه ونحط عليه، انتم تحطوه وتبدا الريحه تاعو الثوم، نزيدوا شويه برك ونحط عليه شويه نتاع ماء شويه برك. الوغ درك بعد ما تقلات عندها واحد 5 دقايق وهي قاعده تتقلى. فوالا درك رايحه ها هي كيفاش، ها هي الوغ درك رايحه نحط عليها الماء. الوغ كذا رايحه نحط، درك تشوفوا ما نسحقش ياسر، جوست حبر ما يطيب لي اللحم، وكم اللحم هذا من النوع اللي يطيب في ساعه دونك ما نكثرش الماء. الوغ حطيت هاكم تشوفوا هذا يهز ايترا، حطيت ايترا ابوبخي غير ربع، نقوي شوي في الغاز باش يغلي، هو يهز الغلوه برك ها هو يبدا يغلي وانا نقص عليه باش يطيب في عقلو. الوغ اونتخ طون درك واش رايحه ندير؟ عندي البطاطا هذه رايحه نقصها صغيره، اوفا مش صغيره صغيره، الوغ هنا قصيتها على ربعه، هما الكعب صغار قصيتها على ربعه، ومن بعد نزيد نقصها على النص، المهم قصوا كيما حبيتوا البطاطا. ها هي كيفاش تجي صغيره برك باش من بعد تساعدني كي نعود ندير بها ندير في بالباتور فيها. وكي طيبوا البطاطا بيغي ما تكتروش الماء فيها، كاين اللي يحطوا الماء يكتروا باردون، كاين اللي يكتروا الماء، حطوا شويه برك ابان تبدا تتغطى وحبسوا الماء كم سا ما طيبش في الماء ياسر وفوالا ما طابت هي غير شربت الماء تاعها، لكن قعد شويه بزعوه. كاين اللي يحطوا فريمون ياسر الماء، هذه ماهيش طريقه مليحه. فوالا نكمل الكعبات، مانيش راح ندير ياسر لا بيغي، هنا في ثلاثة برك اليوم، ولدي يخدم دونك ماهوش جاي يتعشى اليوم، يخدم ما يكملش بكري دونك يتعشى في الخدمة، احنا غير في ثلاثة برك دونك هادي تكفينا. فوالا درك نحط الماء، نحط شوية خلاص نتاع ملحة، شوية برك شوية خلاص
الو الماء راح نزيد شويه. هلا درك نوريكم قد حطيت، هاو قد حطيت الماء. جست 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 واش تسحق البطاطا بل ابين تتغطى اي سي بون. نحل عليها الغاز اشاك فوا انا جست الحاجه تهز الغلوه برك ونقص الغاز باش طيب طيب في عقلها. فوالا هذه نطلع عليها ايضا تغلي. هلا درك محسوب ما طابت هذه غير لا بيغي تاعنا تكون غلات وطابت ودرتها وكلش وبريباريتها ونطفي عليها وتشوفوني كيفاش نكمل لاصوص هذه كيفاش رايحه نخدمها. هنا عندي الحليب تاع الحليب البطاطا تاعي سي بون طابت قعدت فيها شويه خلاص نتاع ما في القيا كامل كامل شربات ونشف وكلش. لهنا عندي لاصوص تاعي واللحم مازالوا يطيبوا نزيد عليهم شوي في النار باش نقوي لهم شوي باش تزرب. الوغ البطاطا واش نحط عليها؟ نحط عليها عندي كاس هذا صغير تاع حليب نحط عليها نص كاس تاع حليب لازم يكون سخون لازم يكون سخون ولا فايدو ولا كيما تحبوا. لهنا عندي ربعه فرماجات اللي ما عندوش لو فرماج هذا بورسيون ولا هذاك في البلاد عندنا هذاك الطويل ولا اللي حبيتو معليش عوضوه بالزبده عوضوه بالزبده. انا عندي الفرماج هذا حطيته نحط شويه نتاع فلفل اكحل شويه برك ما تكثروش شويه خلاص. الملح مانيش رايحه نحط حطيت قبيله كي كان راح يطيب شويه خلاص مي درك مانيش رايحه نزيد. الوغ درك واش ندير؟ رايحه نديرها بالباتر تاعنا. شوفوا كيفاش جات هي كنت معستها نورمال كنت معستها بهذيك المولان القديم ولا درتها بالبغا الميكسور بلونجون هذاك ما تجينيش كيما هكا مفخفخه وطالعه داكور. هي راهي معمره هو من داخل بالباتور راح تجيكم فريمون فريمون اون بوري تري 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 ليجير. فوالا دونك لا بوري واش فيها؟ عندنا البطاطا عندنا الحليب وعندنا الزبده ولا لو فروماج. انا فروماج حطوا اللي عندكم في الدار واش حبيتوا نتوما. ما عندكمش اوكان فروماج حطوا شويه نتاع زبده. ما عندكمش الزبده هزوا من لاصوص هذه وحطوا لهنا. بصح كي تحطوا لاصوص ما تحطوش الحليب دو بريفيرونس باش ما تجيكمش لا بيوري تاعكم جاريه. درك نخلي هذا يطيب يطيب لي اللحم تاعي ونوريه لكم كي نعود نسقي فيه ان شاء الله. هلا درك نورمالمون اللحم طاب نطفي عليه رايحه نحي اللحم هذا ونرحي هذا البصل والثوم مع بعضهم راح تجيني اون صوص خاطره وبنينه. هلا راه نحي اللحم باسكو ما نجمش نرحي كي عود اللحم في البرمه ما نقدرش نرحي انا دونك سي بور سا رايحه نحي. زاد الطرف هذا صغيرون فوالا الوغ لو ميكسور بلونجون تاعنا رالي فوالو ونرحي هذا كامل. هذه لاصوص تاعي اللي تحصلت عليها دوك نوريها لكم بالمغرف كيفاش ها تجيكم اون صوص خاطره
او با هادي تكفينا حنا، خليوها تنشف تقعد شويه تبدا تختار، طفيو عليها تشوفوا اللحم تاعكم ساي طاب اجبدوه وريحوها كيما ريحت انا. ودرك رايحه نسكي، اصبروا عليا برك نجبد المغارف اللي نسقيها. بون هادي انا نسقي بهادي برك. نحط لابوري فوالا زيت شوي برك، هذه ما فيهاش الملح نحطها دو كوتي. نحط طرف تاع اللحم، بون جو ميتر هذا، نحط الطرف هذا ونحط عليه لاصوص. بون لاصوص نهزها، او لا لا كيسكو جي في، معليش نهزها بهادي ونحط لاصوص على ال لابوري اللي عملناها. فوالا تجيكم نوطا بابا كذا ليدي، تجيكم اون صوص فريمون خاطره وبنينه. فوالا نعدلوه، هذه هي عشاء تو سامبل تو بو ها، ومعها شويه سلطه. اليوم درت خبز، شرينا خبز ما درتش كسره، معها شويه سلطه اي تو الموند اي كونتون. عشاء خفيف جينيرالمون، راكم تشوفوا ديما ندير عشاء خفيف جينيرالمون تراهم عاديه. فوالا هذه هي عشانا تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم ليدي تاعي ها، وجربوها واعطوني اعطوني رايكم. وطاحت لي المغرف، او لا لا او لا لا معليش. بون ليديا جيعانه، نسقي لها برك ونعاود نكمل نصور لكم. فوالا كيما قلت لكم هذا هو عشانا، هذه لا بيغي اللي عملتها، ان شاء الله تكون عجبتكم لا غوسيت نتاع اليوم تاع لا صوص هذه اللي عملتها باللحم بقري. هذا راهو لحم بقري، وليدي نتاع نتاع لا بيغي درتها لكم ديجا تاع تاع الباتور. هذا هو تاعي انا، هاو شريحه ناكل انا ها، هذا هو دايوغ الصحن الصغير. شوفوا بارابور لهذا، مانيش رايحه ناكل ياسر ورايحه ناكلو بلا خبز. فوالا الوغ نقول لكم كي طيبوه تاكلوه بالصحه والهنا ان شاء الله، وان شاء الله ديما فرحانين وديما زاهين. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير وفي الامان، وما تنساوش تتهلاو في رواحكم. وقبل ما نقول لكم نحبس لا فيديو، ما تنساوليش لي بارتاج، وما تنساوش تابونيو في لاشين اللي هما عجبتهم يتفرجوا في لا فيديو وعجبتهم لاشين هديه تاع سافر عنابيه. وادخلوا في لا باج فيسبوك سافر عنابيه وحطوا واش طيبوا كامل. نشكر ام مالك اللي قاعده تحط ديما في لي غوسيت نتاعها، تحط واش طيبت لنا واش طيبت لولادها تحطوا لنا في لا باج فيسبوك. نقولها يعطيك الصحه بلا ما ننسى الاخرين اللي قاعدين يحطوا في لي فوتو نتاع واش طيب تاني. الوغ ما تنساوليش اوتسي لي جولي لايك ها، ولي كومونتير العزاز عليا، ومرحبا مرحبا بهم. فوالا ونقول لكم تبقاو على خير دركا، ونتلاقى معاكم ان شاء الله في لا بروشين فيديو.